وجهت شركه بريزنتيشن سبورت الرعايه لاتحاد الكره وقناه النادي الاهلي الدعوه الى كل من كابتن هاني بوريدا رئيس مجلس اداره اتحاد الكره والكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي والاستاذ سمير حلبيه رئيس مجلس اداره النادي المصري لحضور المؤتمر الصحفي في ظهر الاحد المقبل للكشف عن تفاصيل مباراه السوبر المصري الذي يجمع كل من النادي الاهلي بطل الدوري والكاس والمصري البورسعيدي وصيف بطوله كاس مصر. ويقام المؤتمر في 12 ظهر الاحد باحد فنادق منطقه الزمالك بحضور جميع وسائل الاعلام وتكشف الشركه عن تفاصيل المباراه التي تقرر اقامتها بملعب هزاع بن زايد بمدينه العين الاماراتيه يوم 12 يناير المقبل للموسم الثالث على التوالي. ولجميع التفاصيل الخاصه باجواء اللقاء. تنطلق اليوم الجمعة منافسات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في نسختها 23 التي تحتضنها دولة الكويت بعد رفع الإيقاف عنها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم. وتقام البطولة خلال الفترة من 22 ديسمبر الجاري وحتى 5 من شهر يناير المقبل ويشارك فيها 8 منتخبات هما الكويت والسعودية وقطر والإمارات والبحرين وعمان والعراق واليمن. وحتكون مباراة الافتتاح بين منتخبي الكويت والسعودية في 5:30 بتوقيت القاهرة على أن تقام مباراة الإمارات وعمان في 8 مساء. وللمزيد من التفاصيل بينضم إلينا الزميل الصحفي أحمد عبد اللطيف من الكويت. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا أستاذ محمد ومساء الخير للمتابعين الكرام ومشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. اهلا بك. عايز اعرف منك اخر استعدادات الكويت وبالنسبه لدوله الكويت اول بطوله بعد رفع الايقاف. محمد في البعيد اللي بكلم حضرتك فيها ديت دلوقتي تم افتتاح بطوله الخليج 23 رسميا بحضور سمو الامير الشيخ صباح الاحمد الجابر صباح امير دوله الكويت وبحضور رؤساء الاتحادات الخليجيه وبعض الاتحادات العربيه. البطوله تمثل الخليجيه زي ما حضرتك عارف ومشاهدينك الكرام عارفين انها بطوله تمثل مونديال خليجي وتعتبر بطوله كبرى بالنسبه للخليج بتجمع 6 منتخبات بالاضافه الى اليمن والعراق. البطوله الخليجيه الكويت نجحت انها تستقبلها خلال 10 ايام فقط وتعني التنظيم بعد قرار رفع الايقاف عن ايقاف الاتحاد الدولي ورفع ايقاف طبعا الكره الكويتيه من قبل الاتحاد الدولي لكره القدم. البطوله الخليجيه اللجنه العليا المنظمه برئاسه الوزير انس صالح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدوله لشؤون مجلس الوزراء ونائبه خالد الروضان وزير الدولة لشؤون الشباب والتجارة والصناعة. اللجنة العليا خليج النحل خلال الأيام اللي فاتت 10 أيام فقط على انطلاق البطولة ونجحوا بكل اقتدار. الملعب النهاردة الأستاذ جابر الدولي يشهد أول مباراة رسمية تجمع الكويت والسعودية بعد قليل. الملعب متخطي جمهوره 66,000 متفرج وهو نسبة كبيرة لم نشهدها إلا في مباراة الاتحاد السوري والقدسيه في نهائي كاس الاتحاد الاسيوي فقط. طب هل امتلأ بالجماهير على اخره ولا لسه؟ الاستاد اخذ الحجم بتاعه مرتين. الاستاد بعد طاقته الاستيعابيه بمراحل كثيره. الجمهور الكويت جمهور الخليج كله الجاليه المصريه في الكويت كله تحفل اليوم بمتنادي المنتخب الكويتي والاعلان رساله للعالم الاتحاد الدولي رفع الايقاف على الكره الكويتيه الرسميه. طب استاذ احمد عايز اسال حضرتك هل استعد المنتخب الكويتي بشكل جيد خاصه ان النشاط الداخلي مباراه بطوله الدوري بطوله الكاس كانت متوقفه لفتره؟ بكل تاكيد الاعداد 10 ايام فقط تراود فيها فقط مع البحرين في البحرين في المنامه استعد للتعادل بدون اهداف من الفريقين ولكن نقدر نقول ان هو اعداد جيد الى حد ما. تم الاستعانه بمدرب السربي بنيات مدرب الزهره لقياده المنتخب الكويتي خلال الفتره دي.
طيب. ولكن نستطيع ان نقول ان مباراه البحرين الاخيره نجحت ان هي تظهر بعض النقاط اللي قوه وضعف امام الجهاز الفني، بجانب وجود بعض الخبرات في منتخب الكويت، لان لاحظ اليوم الافضليه كون المنتخب السعودي يشارك في الصف الثاني او الصف الثالث نزل على رفض توقف الدوري السعودي. ولكن نستطيع ان نقول ان بدر المطوع اليوم سيستطيع ان يقود المنتخب الكويتي مع طارق العنبي، مع حميد الجلاب حارس المرمى الخبره، مع خالد ابراهيم، مع حسين حاتم قائد منتخب قائد نادي الكويت، مع اسامه الصانع ان اليوم استشهد المباراه اول شركه رسميه لمحمد سعد العدل مهاجم الزهره الذي انضم مؤخرا للمنتخب، بالاضافه الى استعانه الجهاز الفني والاداري للمنتخب الكويتي بالثلاثي المحترف خارجيا فهد الهجري وفهد الانصاري المحترفين في الدوري السعودي، بالاضافه لسلطان عنيد المحترف في الدوري القطري. نستطيع ان نقول ان الخبرات تفرض نفسها اليوم، المباراه العزيمه والاصرار كما اكد بنياك امس في المؤتمر الصحفي ان الخبره وان الاصرار والعزيمه سيكون هو المرجح الاكبر لقياده المنتخب الكويتي اليوم لتحقيق الفوز. طب استاذ احمد، المباراه الافتتاحيه دائما وتعرف حضرتك ومستمعي الكرام ان المباراه الافتتاحيه دائما لا تقطع المقاييس. استاذ احمد دائما مواجهات السعوديه مع الكويت في دير الخليج. طب استاذ احمد، هل حضرتك سامعني؟ سامعك يا فندم. هل تتوقع حدوث مفاجآت كالعاده كما يحدث في كل بطولات خليجي؟ بكل تأكيد هقول لحضرتك حاجه، دايما مباريات الخليج خارج التوقعات، خارج الـ يعني المنتخب الكويتي مثلا في الخليج 19 قابل منتخب عمان في الساحل ده مباراه التعادل، نفس الشيء تكرر في خليج 20 في اليمن ونجح ان هو يحقق البطوله واللقب العاشر ده، كون المنتخب الكويتي هو متربع هو عميد في الالقاب بالنسبه لدوري الخليج 10 ارقام مقابل ثلاثه للسعوديه، مقابل اثنين لعمان، مقابل لقطر للامارات. ولكن نستطيع ان نقول مباراه النهارده او البطوله بصفه عامه بكل تاكيد ستشهد مفاجات، لانها ستضم بعض العناصر الجديده التي تريد ان تثبت وجودها. المنتخب السعودي جاي بكل قوه ليثبت لاعبيه المنضمين للصف الثاني ان هم قادرين ان هم يمثلوا السعوديه في مونديال روسيا 2018 ان شاء الله. نستطيع ان نقول المنتخب الكويتي في بعض الوجوه التي تريد ان تفرض نفسها خلال الفتره اللي جايه، كون المنتخب الكويتي لديه تحقيقات كثيره، بجانب ان شركه بريزنتيشن برئاسه محمد كامل نجحت في ابرام تعرض لتسويق البطوله من خلال الاتحاد الكويتي لكره القدم، ووعد محمد كامل بناء على السؤال الوكيل في امس في المؤتمر الصحفي ان الكويت ستشهد بعض التحقيقات اللي جايه سواء لمنتخب مصر. استاذ احمد عبد اللطيف الزميل الصحفي من الكويت، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. كشف الاستاذ محمد كامل رئيس شركه بريزنتيشن سبورت راعي قناه النادي الاهلي عن امكانيه مباراه كاس السوبر المصري في استاد الجابر الدولي بالكويت في العام المقبل، او اقامه مباراه وديه تجمع بين منتخبي مصر والكويت خلال المرحله المقبله في اطار التعاون مع الاتحاد الكويتي، وكذلك استعدادات المنتخب المصري لخوض غمار كاس العالم 2018 في روسيا. وقال الاستاذ محمد كامل خلال مؤتمر صحفي عقد للاعلان عن الشراكة بين الاتحاد الكويتي لكرة القدم وشركة بريزنتيشن سبورت أن هذه الأفكار تأتي في إطار التعاون بين الطرفين، والذي كان نتائجه أن أصبحت الشركة أحد رعاة بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم خليجي 23 التي تنطلق غدا الجمعة في الكويت. وأضاف الأستاذ محمد كامل سعيد للغاية بوجودي في دولة الكويت، وأشكر الشيخ أحمد اليوسف رئيس الاتحاد الكويتي عن المفاوضات التي استمرت بشكل متواصل خلال 72 ساعة كاملة. انتخب المستشار تركي الشيخ رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم بالتفكية حتى نهاية الدورة الحالية في عام 2021، وجرى انتخاب الشيخ خلال الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية للاتحاد العربي في العاصمة السعودية الرياض. أعلن سيادة اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية اليوم الجمعة إقامة احتفالية كبرى لتقييم اللاعب النجم المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر الوطني والمحترف بنادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة إجازة اللاعب المقبلة.
وأوضح سيادة المحافظ أن الاحتفالية تأتي تكريما لما حققه محمد صلاح مع منتخب مصر وتأهله لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018، بالإضافة إلى رفعة اسم بلاده مصر في المحافل بعد حصوله على جائزة بي بي سي الأفضل في أفريقيا. وأعلن صقر عن إطلاق اسم محمد صلاح على مدرسة بسيون الصناعية والتي كان يدرس بها خلال فترة التعليم، بالإضافة إلى إطلاق اسمه على مركز شباب قرية نجريج بمسقط رأسه. محمد صلاح هو أبرز المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا بإذن الله.